إذا تعدى الإنسان حدود الله عز وجل فإنه لا يقابل ذلك بإساءة بمثلها. فقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، إنما يكون في إطار ما أذنت به الشريعة من مقابلة الإساءة بمثلها. فلو أن رجلا سب رجلا بكلمة قال له مثلا كلمة قبيحة فردها عليه، فإنه لا حرج في ذلك، وهو جائز لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولقولهم وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما أن يسب أبا الرجل الذي سب أباه أو يسب أم الرجل الذي سب أباه فهذا اعتداء، إذ إن والد ذلك لا جرم له، فلا يتوجه إليه السب ولا يتوجه إليه اللعن، ولهذا كان ذلك من المحرم ولا يؤذن به ولا يجوز.